أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة في سؤالكم من CNBC عربية. لا شك في أن الصحة تعلو على كل شيء، وبالتالي إذا أردنا حتى التنمية والاقتصاد وغيره لابد أن تكون هناك صحة جيدة في المجتمع، وبالتالي نضمن عطاء متصل. لذلك نخصص هذه الحلقة للحديث عن هذه الأمراض التي تظهر في هذه الفترة من العام، فترة الشتاء واختلاف وتداخل الفصول، خاصة وأن COVID-19 كان أيضا حاضر في الأعوام السابقة، وبالتالي يختلط على كثير من الناس كثير من الأعراض والتداعيات. لذلك سنحاول في هذه الجولة أن نسأل عن الطرق المثلى للوقاية والعلاج في حال حدوث نزلات البرد العارضة والأنفلونزا والحساسيات، والتفريق بين كل ذلك. أرحب بضيفنا في هذه الجولة الدكتور إسلام عنان، الرئيس التنفيذي لمركز الصعيد لأبحاث الدواء والمحاضر في اقتصاديات الدواء وانتشار الأوبئة بجامعة مصر الدولية. دكتور أهلا وسهلا بك معنا في هذا اللقاء وتحية الصحة والعافية. بدءا نود أن نسأل عن أبرز الأمراض التي تظهر بشدة في هذا التوقيت من كل عام. أهلا وسهلا أستاذ الطيب، وتحياتي لحضرتك ولكل مشاهدينك الكرام. طبعا يعني زي كل موسم شتاء احنا بيبقى عندنا يعني مجموعة من الأمراض الموسمية ومعظمها فيروسي. يعني احنا السنة دي وكلنا متهيألي أخذنا بالنا في ازدياد في نسب مثلا الفيروس المخلاوي، مثلا ابتدى يبقى في زيادة تاني غير اللي احنا متعودين عليها في السنتين اللي كان فيها COVID-19 هو السائد للأنفلونزا، زائد طبعا تحورات COVID-19. فنقدر نقول ان دول الثلاثة او الاغلب الامراض اللي موجودة الفيروسية في موسم الشتاء الحالي 2022-2023، هما بالترتيب خصوصا للأطفال وكبار السن الفيروس المخلوي والأنفلونزا. وطبعا لا نخفل ان كورونا لسه موجود، لا نخفل ان احنا لسه في موجة وحاليا في ذروتها وبنسجل ملايين الحالات كل أسبوع من COVID-19. الحمد لله صحيح وفيات قليلة، الفيروس الموجود حاليا أوميكرون والتحورات بتاعته ليست خلينا نقول ليست بشراسة عالية أنها تؤدي الوفاة ومستشفى وعناية مركزة زي الأول زي دلتا مثلا، ولكن طبعا زي ما تفضلت في المقدمة التشخيص بقى صعب لأن الثلاث فيروسات السائدين حاليا في هذا الشتاء قريبين جدا من الأعراض، بس الكويس إنهم قريبين جدا في العلاج، فالاختلاف في التشخيص مش هيختلف كتير في الخطة العلاجية. جيد. دائما المقولة الذهبية فيما يتعلق بالوقاية خير من العلاج، إلى أي مدى من الممكن أن نتبع طرق ربما يعني تجعلنا في مأمن أو التخفيف من هكذا أعراض في هذا الوقت؟ ده سؤال كويس نبدأ به رحلة الفيروسات. يعني إن هو طبعا الوقاية أحسن من العلاج بكثير وسهلة في العدوى الفيروسية. يعني إحنا لو ابتدينا بنفسنا هو كل العدوى الفيروسية الوقاية منها تقريبا واحدة، أولها هو عدم اختلاط شخص مصاب بشخص سليم، دي أهم حاجة في الوقاية. فبالتالي في هنا جزئين، الشخص اللي عنده أي أعراض مش المفروض إن هو يبقى قريب من شخص سليم عشان ما يعدوش، فدي وقاية قادمة من الشخص اللي عنده أعراض. فبالتالي إحنا محتاجين يبقى عندنا ثقافة الصحة العامة، يعني كل شتاء موضوع متهيألي بالنسبة لنا بقينا متعودين عليه إن يبقى في ارتداء كمامات لو أنا داخل مكان مزدحم. صحيح مش هنقدر نرجع تاني زي كوفيد على طول مرتدين كمامات، ولكن في المواصلات المزدحمة، في الأماكن المزدحمة، في أماكن الدراسة والتدريس، في الجامعات، في العمل، لو المكان زحمة والهواء بتاعه قليل يفضل يبقى في ارتداء لكمامة جيدة الصنع مش قماش، كمامة طبية. غسيل الأيدي في الشتاء مهم جدا، لأن طبعا فرصة يعني التصاق الفيروسات بالأسطح في الشتاء أعلى من الصيف عشان طبعا درجات الحرارة، فبالتالي العدوى الغير مباشرة إن أنا ألمس جسم يبقى عليه الفيروس وأتعدي منه هي موجودة. في عامل مهم جدا برضه هو عامل الوقاية عن طريق تحسين المناعة. طبعا يعني خلينا نقول ان الاطفال مثلا اللي اتولدت في خلال كوفيد اللي هو حاليا عندهم سنة ونص او سنتين هم لم يتعرضوا لميكروبات كافية من ساعة ولادتهم عشان الاغلاق، فبالتالي عندهم مشاكل شوية في تعرضهم دلوقتي للفيروس المخلاوي مثلا ان مناعتهم
مش متعودة. نعم تحسين المناعة ليه خطوات طبعا، يعني ممكن نبقى نتطرق ليها بس سريعا، هو النوم الجيد والأكل الجيد، الأكل الصحي، الرياضة، هي الروشتة السهلة لتحسين المناعة، زائد طبعا تحصين الجسم بأي فيتامينات أو مينرالز الجسم محتاجها لو كان عنده نقص فيها مثلا. نعم محمد بن همام يسأل عن ضرورة زيارة الطبيب يعني بشكل دوري، خاصة في الفصول وتغييرها، وبالتالي إجراء كثير من الفحوصات اللازمة والاستعداد لهذه الفترة، رغم أن هذه الثقافة يعني قد لا توجد بشكل كبير في مجتمعاتنا. تمام. هو طبعا في مراحل معينه، يعني امتى المفروض ان انا اذهب للطبيب؟ هو طبعا لو في فرصه متاحه، هو دايما خلينا نقول القاعده الاولى، اول ما يبقى في اي اعراض احسن حاجه ان انا بذهب للطبيب طبعا. بس خلينا نتكلم كلام يعني على الارض او منطقي، نظرا طبعا لقله المراكز الصحيه على مستوى الشرق الاوسط، انه مش على طول هيبقى متاح. الاعراض لو كانت خفيفه، بمعنى ان الشخص محتاج ان هو مثلا نزله برد، متعود ان هي دي نفس نزله البرد اللي بتديله، وعارف ازاي بيقدر يتعامل معاها عن طريق الخبره اللي جات له قبل كده في نزلات البرد، يقدر ان هو يتوجه للادويه اللي احنا بنسميها اوفر ذا كاونتر، او اللي بنسميها الادويه التي تصرف بدون روشته من الصيدليه. فلغايه الاعراض البسيطه اللي هي الرشح، كحه بسيطه، ارتفاع بسيط في درجه الحراره، همدان في الجسم، هنا اقدر اروح اخد استشاره من الصيدلي للادويه الاوفر ذا كاونتر فقط، لكن ما هواش تشخيص، الصيدلي لا يشخص ولكن يصرف دواء نعم لعلاج اعراض بالادويه اللي موجوده في الليسته دي. امتى بقى هحتاج ان انا اروح لطبيب؟ نعم لو الكحه ابتدت تبقى مستمره، لو انا محتاج مضاد حيوي، ابتدى يبقى فيه عدوى بكتيريه فوق العدوى الفيروسيه اللي موجوده، نعم ساعتها ارتفاع درجه الحراره ما بينزلش، لازم اتوجه لطبيب. نعم محمد يسأل عن الإبر الموسمية للوقاية من الأنفلونزا، هل هي يعني كافية لذلك أم أنها تقلل فقط من حجم الأعراض؟ نعم، لو بنتكلم على الفاكسين، على لقاح الأنفلونزا الموسمي، هو مهم جدا، لأن هو لقاح الأنفلونزا الموسمي بيعمل إيه؟ هو بيقلل فرصة تفاقم الأعراض. إحنا عندنا كذا حاجة بيعملها اللقاح، لقاح الأنفلونزا. أول حاجة إن هو يمنع أصلا من الشخص يظهر له أعراض الأنفلونزا، دي نسبتها تقريبا 50%، ولكن هو المهم إن لو جاله أعراض الأنفلونزا تيجي خفيفة ولا تتفاقم، فاللي كان بيجي له أنفلونزا 5 6 أيام بطريقة متوسطة تبقى خفيفة في يومين أو ثلاثة، ولا قدر الله خصوصا الفئات اللي ممكن يتعرضوا للوفاة لو جات لهم أنفلونزا، هنا لقاح الأنفلونزا أساسي وضروري، وهم طبعا كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة زي الضغط أو السكري، وطبعا أصحاب الأمراض المناعية أو اللي بياخدوا أدوية مناعية، دول مهم جدا إن هو يكونوا بياخدوا لقاح الإنفلونزا زائد الكوادر الطبية. مازن دهدال يقول اتضح بأنه يعني أصبح الناس لا تميز كثيرا بين الحساسيات والنزلات وحتى الكوفيد 19 وإلى ما ذلك، وأصبح الناس بحكم التجارب يعني يبتدعون أساليب علاجية وبروتوكول علاجي. إلى أي مدى هذه المسألة من الممكن أن تكون خطيرة يعني دون استشارة الطبيب، خاصة أن هناك من يلجأ إلى المضادات الحيوية وأنت تحدثت عنها قبل قليل، وهي خاصة بالعدوى البكتيرية، ما هي خطورتها في حال استخدامها هكذا يعني دون طبيب؟ يعني خلينا نقول ان المضاد الحيوي ده سؤال مهم جدا، المضاد الحيوي خطر جدا ان شخص ياخده بدون داعي. احنا عندنا كل عام في مليون شخص بيموت بسبب مقاومه المضادات البكتيريه، يعني من كتر ما هو استخدم مضادات بكتيريه ما بقاش الانتي بايوتيك المضاد الحيوي ناجع او فعال معاه. موضوع خطر جدا، احنا معظم بنتكلم عليه هي عدوى فيروسيه سواء الانفلونزا، الفيروس المخلوي او كوفيد 19، لا ما ينفعش معاها اخد مضاد حيوي الا اذا كان في عدوى بكتيريه مصاحبه لهذا الفيروس. مين اللي يقدر يحدد ده؟ فقط الطبيب، حتى مش الصيدلي. المضاد الحيوي لازم يطلع بروشته طبيب، الموضوع ده مهم للغايه عشان حتى اخلي فرصه جسمي لو جالي فعلا عدوى بكتيريه في المستقبل ان المضاد الحيوي يشتغل ويبقى فعاليته عاليه، مش ان انا اضعف فعاليته في المستقبل. طبعا اي حاجه جاهزه بتتاخد من الصيدليه زي ما هي فيها، خصوصا حقن انتي بيوتيك او كورتيزون، ده خطير جدا جدا جدا. نعم محمد عبد الحميد ينقل تجربه شخصيه لكن اعتقد انها مهمه لدى الكثيرين، يقول اصبت بنزله برد
واستمرت على مدى 5 أيام وتعافيت وشفيت منها بشكل كبير، بعد يومين تكرر نفس المشهد. كيف نصف ذلك؟ يعني هل هو نقص في المناعة ربما، هل هي نزلات برد متحورة متطورة؟ كثير من الناس يشكو من ذلك. هي دي بالظبط النقطة اللي كنا لازم نتكلم عليها. يعني في المواقف دي الوحيد اللي هيقدر ان هو ياخد القرار ويشخصها هو طبيب يقوم بالتشخيص المباشر للمريض. يعني مش هينفع ان هو يخش على الفيسبوك او على السوشيال ميديا او ان حد يرد عليه اونلاين. ده خطر، لان هو كل الاسباب اللي حضرتك ذكرتها ممكن تكون وارده، ممكن يكون، وطبعا غالبا دي مش نزله برد، غالبا دي انفلونزا، وممكن يبقى فيروس مختلف، وممكن يبقى حصل له عدوى ثانويه، ممكن يكون عدوى بكتيريه فوق العدوى الفيروسيه. فطبعا في اجابات كثيره لهذا السؤال. الوحيد اللي يقدر يرد عليها ان هو يتوجه لطبيب للتشخيص. ومهم طالما جات له الخمس ايام بعد كده هدت شويه ورجع تاني، هنا مهم ان هو يروح لطبيب للتشخيص. سؤال آخر أيضا فيما يتعلق بالحساسيات، يعني الناس كأنها يعني هذا البرنامج موسم، نعم موسم الحساسيات وحساسية العين. على علاء يسأل أيضا في هذا السياق، هل لها علاقة بالموسم أم أنها لها علاقة بطبيب العيون؟ هو طبعا برضو في عدوى فيروسية بتجيب الكونجكتيفيتايتس أو اللي هو التهاب في العين، خلينا نسهلها يعني التهاب في العين. اوقات بتبقى بسبب عدوى يعني جرثوميه، فبالتالي هو محتاج ان هو برضه يتوجه لطبيب العيون. بس دي سهله، ده لو كانت من العدوى. لو كانت حساسيه، في ناس برضه عندهم حساسيه موسميه بتظهر في العين على صوره احمرار. اللي يقدر يفرق هل دي عدوى او دي حساسيه، لو عدوى هيحتاج ياخد مضاد للفيروسات، ويحتاج لو هي عدوى بكتيريا مضاد حيوي، لكن لو حساسيه ياخد مضاد للحساسيه. فحضرتك زي ما حضرتك شفت كده، الموضوع ممكن نفس الاعراض بس بسببين مختلفين. الوحيد اللي هيقدر يفرق بين دي او دي هو طبيب العيون. فبالتالي لو دي اول مره تجيله، غالبا مرضى الحساسيه متعود عليها كل سنه، لو اول مره تجيله هيحتاج ان هو يروح يتوجه لطبيب كشف بسيط يقدر يفرق على خطه العلاج المختلفه. نعم. سؤال اخر فيما يتعلق بالاطعمه الطبيعيه والمواد الطبيعيه وعلاقتها بالوقايه ايضا، وكيف تنصحون بذلك؟ استأذنك في السؤال تاني، أول كلمة بس. نعم، أتساءل عن أو سائل يسأل عن الأطعمة الطبيعية. هناك من يلجأ إلى العسل ربما والبرتقال والفيتامينات وما إلى ذلك، أنت تعلم هذه الاجتهادات يعني من قبل الكثيرين، يتساءل عن الرأي العلمي فيها. يعني نقول عشان الشخص يصل لمناعة متوازنة هو محتاج يكون بياكل أكل صحي. كلمة أكل صحي فسرت طبعا تفاسير كثيرة، يعني منها مثلا إنه محتاج يبقى ألوان الأكل مختلفة. يعني في الأسبوع الواحد كان بيقول الشخص محتاج ياكل 13 لون مختلف ما بين فاكهة وخضار. بس هو الشرط المهم هي فكرة الأكل الصحي إن هو ما هواش بروسيسد أو مصنع ومعبأ بصفة كثيرة، ما بياكلش أكل مسبك زي ما احنا بنقولها كده بالمصري، اللي هو فيها سمن أو دهن كثير أو فيه زيوت كثيرة، مش بيميكس او مش بيخلط كثيرا الكربوهيدرات بالفاتس والسكريات. دي كلها نصايح العامه، ولكن طبعا الفاكهه الخضار، عدم الاكل قبل النوم مباشره بالليل، ده بيحسن من المناعه. النوم نفسه بيحسن من المناعه، الواحد بينام بدري على الاقل 6 ساعات بدون التعرض للموبايل او للتلفزيون قبلها مباشره. الرياضه حتى لو نص ساعه على مدار اليوم، حتى لو مشي، دي بتحسن من المناعة وتوازنها. البعد عن التدخين بكل أشكاله، وآخر حاجة وهي صعبة شوية، البعد عن التوتر. طبعا يعني طبعا سهلة أنها تتقال، صعبة أنها تتنفذ، بس على قد ما نقدر ده الروشتة السهلة عشان نقدر نحسن من المناعة بتاعتنا. دكتور إسلام عنان، أرجو أن تبقى معنا، سأعود إليك بعد فاصل قصير في هذه الجولة. وأنتم كذلك مشاهدي الكرام، سؤالكم من CNBC عربية، نخصص هذه الجولة للحديث عن العوارض الصحية لتباين الفصول ودخول فصل الشتاء وتأثيراته.
أهلا بكم من جديد في سؤالكم من سي ام بي سي عربية. هذه الجولة وهذه الحلقة نخصصها للأمراض الموسمية، خاصة أمراض الشتاء فيما يتعلق بنزلات البرد والحساسية والأزمات بمختلف أنواعها وطرق الوقاية منها وطرق العلاج ومدى تأثيراتها. أنتقل إلى ضيفي من جديد في هذه الجولة، دكتور إسلام عنان، الرئيس التنفيذي لمركز أبحاث الدواء والمحاضر في اختصاصيات الدواء وانتشار الأوبئة بجامعة مصر الدولية. دعنا نتحدث في هذا السياق، يعني في زمان السوشيال ميديا يكثر الأشخاص الذين يدعوا أحيانا أنهم ذوي اختصاص وأحيانا هم بالفعل لهم بعض التجارب وإلى ما ذلك، يعني أحيانا يختلط الحابل بالنابل والكل يعني يدلي بوصفات قد تبدو أحيانا طبيعية لكن أيضا من الممكن أن تكون ضارة يعني فيما يتعلق باستخدامها من قبل الناس. كيف يعني توجهون أنتم كاختصاصيين في الدواء ربما كبسولات إرشادية للناس حتى لا تستطيع حتى لا تتبع مثل هذه الإرشادات الغير موثوق فيها أحيانا؟ عجبني كبسولات إرشادية المصطلح. يعني خلينا نبدأ إن الناس كثير بتقول على الأعشاب الطبية إن هي أنا هاخدها ولو ما نفعتنيش مش هتضرني. صحيح، الجملة دي خطأ جدا، لأن هو لو فكرنا هو الدواء مصنع من إيه؟ إحنا معظم الأدوية وطلبة صيدلة بيقعدوا معظم سنين دراستهم بيدرسوا كيفية تحويل الأعشاب الطبية لأدوية، إن الجرام بيفرق، الملي جرام من المادة الفعالة جوه أي عشب بيفرق. ممكن مادة أنا أكون متخيل إن ده عشب عادي جدا ولكن الجرعة بتاعته عالية ممكن تأذي. في أدوية كثيرة بتتعارض مثلا مع الأعشاب، فلو شخص بياخد أدوية للسكري أو للضغط وبياخد معها أعشاب غير معلومة المصدر والكميات ممكن تأذيه وأوقات بتسبب الوفاة، وشفناها في حالات كثيرة. في حالات أكثر في الأعشاب اللي هي مخلوطة بدون اي وصفه ومش عارفين جواها ايه، وجدنا مثلا جواها، ودي دراسه كانت معموله في امريكا، كميات من الادويه المطحونه. يعني هو في الاخر بيطحنوا ادويه ويخلطوها بالاعشاب وتتباع كانها اعشاب، خصوصا المقويات مثلا. الاعشاب نفسها في حد ذاتها ممكن تجيب اثار جانبيه، وانا اكون مش عارف الاثار الجانبيه دي هتظهر بعد وقت قد ايه، فتيجي على المدى الطويل. طب خلاصه الكلام ايه؟ خلاصه الكلام ان الاعشاب زيها زي الدواء بالظبط، عشان تتوصف محتاج تكون مصرح بيها من الجهات المعنية في كل دولة، سواء وزارة الصحة أو هيئة للدواء والغذاء أو الأعشاب الطبية، بيبقى موجود جواها الجرعات، بيبقى موجود جواها المكونات الأساسية والمواد الفعالة بنسب موافق عليها من اللجان الصحية. غير كده أنا ما أقدرش أروح لعطار زي ما بنتكلم هنا مثلا، أو أن أنا أروح لشخص بيعالج بالأعشاب والطب البديل وأخد منه شيء أنا مش عارف إيه اللي جواه، لان غالبا اللي جواه ممكن يبقى دواء وفي الاخر انا بقول ده طب بديل. فخلاصه الكلام العشب زي الدواء، هنا الدكتور اللي بيوصفه، هنا برضو المفروض الدكتور هو اللي بيوصفه مش حد اخر. نعم، ابو همام يقول هل الاستحمام بالماء البارد في فصل الشتاء يزيد من المناعه؟ يعني هل هذه معلومات دقيقه؟ هو في دراسات اتعملت على الاستحمام بالماء البارد ان هو يعني في فصل الشتاء بيحسن من مناعه الجسم. الدراسات احنا بنسميها مش كونكلوسيف، يعني مش مؤكده كسببيه، ولكن الدراسات اتعملت خصوصا في بلاد اوروبا الشرقيه وفي روسيا، وكانت النتائج ملاحظيا ان هي افضل للناس اللي بيتحمموا بماء بارد. ولكن هل هي قاعده؟ يعني هل اللي بيتحمموا بماء دافئ او ساخن فبالتالي ده هتقلل المناعه؟ لا. هل هتساعد؟ يوجد شواهد ولكن ليس دلائل على دليل. كويس، مش وحش يعني. نعم. سؤال آخر أيضا ربما هو شخصي لكنه مفيد باعتبار أن الكثيرين يعني يعانون منه، دعني أصيغه بطريقتي الخاصة، فيما يتعلق باستخدام الدواء. وكثير من الناس يستخدموا الدواء إذا شعروا بتحسن من الممكن أن يوقفوا الدواء يعني من تلقاء أنفسهم. ما هي خطورة هكذا سلوك أم أنه يعني عادي؟ خلينا خصوصا في المضاد الحيوي ومضاد الفيروسات، الناس بتعمل الموضوع ده كتير في المضاد الحيوي. الأنتي بايوتيك والمضاد الحيوي بتاخد كورس كامل، لو أنا بعد 3 أيام وأنا الكورس بقى 5 أيام حسيت بتحسن فبطلته، خليني أقول لحضرتك إيه اللي بيحصل في الجسم.
انا ممكن اكون حسنت من الاعراض شويه، ولكن البكتيريا اللي انا واخد عشانها المضاد الحيوي ما راحتش من الجسم، ما ماتتش، فبيحصل لها تقويه بما اني ما خلصتش هذا الكورس للكامل، فممكن يرجع لي تاني الاعراض بصوره اشد. الاوحش من كده ان بيحصل في الجسم مقاومه للمضادات البكتيريه في المستقبل، يعني انا كل مره بستخدم مضاد حيوي بصوره خاطئه او في بيئه خاطئه انا بقلل فرصتي في المره القادمه لما اخد مضاد حيوي ان هو يجيب نتيجه. فكل مره ما بكملش الكورس الشخص محتاج يعرف ان ده بيقلل فرصه نجاعه وفعاليه الانتيبيوتيك في المره القادمه اللي هيمرض فيها. مهم جدا كورس المضاد الحيوي واي كورس لاي دواء ان هو يكمل للاخر عشان نضمن ان العلاج نفسه وصل للاوبتيمم او وصل للصوره المرجوه منه وذهاب الاعراض تماما وذهاب البكتيريا من الجسم. غير كده انا بأذي نفسي، مش ان انا وفرت ادويه ما خدتهاش. نعم، ظهرت كثير من الاعراض المختلفه المتباينه لدى الناس في الفتره الاخيره في نزلات البرد، احدهم تاتي بصداع واخرى بضيق في النفس وبعضهم رشح واخر سعال وحساسيات. يعني هل هذه المساله مردها ان هناك فيروسات ربما نتجت حتى عن بعض، هذا حديث شارع طبعا ليس حديث علمي، عن كوفيد 19 وانها تنوعت واخذت هذه الاشكال الجديده؟ هل تلحظون ذلك؟ هو السؤال كويس جدا، لان هو اتعمل عليه كمان دراسات. يعني هو خلينا نقسم السؤال سريعا كده سؤالين: هل بعد كوفيد وانتهاء كوفيد هل اصبحت الفيروسات اكثر شراسه واكثر انتشارا؟ في دراسات كتيره اتعملت على الموضوع ده وخصوصا للاطفال. نعم، السنه دي مثلا احنا شايفين ان الفيروس المخلاوي منتشر اكتر، الار اس في، عن ما قبل كوفيد، وشراسته اعلى خصوصا للفئات التي لم تتعرض للفيروسات الاخرى والبكتيريا، زي ما قلنا كده الاطفال اللي اتولدوا في 2020 بالذات، دول مناعتهم دلوقتي للفيروس المخلاوي كانت او تصديهم كان اقل. الانفلونزا كذلك، هو دايما بيبقى فيه فيروس متسيد في كل موسم. احنا كان بقالنا سنتين الفيروس المتسيد في الشتاء هو كوفيد 19، السنه دي لقيناه نزل تقريبا نمره 3 بعد الار اس في وبعد فيروس الانفلونزا. فبالتالي احنا حاسين اكتر بالانفلونزا، بقالنا سنتين ما خدناش انفلونزا، السترينز والسلالات بتاعت الانفلونزا رجعت بطريقه اقوى قليلا، وده العادي بيحصل بعد اي جائحه في التاريخ، كان بيحصل فيها دايما بعد انتهاء الجوائح. ده اول حاجه. لكن لو اتكلمنا بقى على الفيروسات التنفسيه، الجزء الاول من السؤال، هو حاليا في عدوى الفيروسات اللي احنا كنا اتكلمنا عليها دي عدوتها تنفسيه، وخصوصا الجهاز التنفسي العلوي اللي هي من اول الرشح، الكحه، شبه الاعراض بتاعت الحساسيه، والخوف كله ان تبتدي الاعراض تنزل في الجهاز التنفسي السفلي، فتبتدي الكحه شكلها يتغير، تبتدي نسبه الاكسجين نفسها في الجسم تتغير. هنا لازم وقفه، وهنا غالبا بيبقى الشخص محتاج يروح المستشفى، مش فقط كشف عادي. طول ما العدوى موجوده في الجهاز التنفسي العلوي الاعراض بسيطه، انا كده في المايلد او الاعراض الخفيفه الى متوسطه. اول ما تعلى الكحه ما تبقاش بتروح ويبتدي يبقى في صعوبه في التنفس، انا او حراره وحمى ما بتنزلش، ساعتها محتاج فورا ان انا اتوجه لاستشاره طبيه، وغالبا دخول مستشفى لمده يوم او يومين. بس الموضوع في الاخر الحمد لله السنه دي برغم كل شراسه الاعراض اللي احنا عاملين نتكلم عليها وفياتها قليله للغايه الحمد لله. نعم، دعنا نتحدث عن التعرض لإحدى هذه الأمراض بأي شكل من الأشكال. إلى أي مدى هذه المسألة توفر مناعة إضافية للجسم؟ يعني شخص جاته نزلة في بداية الموسم، إلى أي مدى ممكن أن تكون هي نفسها تحميه لفترات طويلة في الشتاء؟ ده برضه سؤال كويس. يعني طبعا احنا عندنا بنسميها مناعه قادمه من التعافي، يعني هو لما الشخص بيتعافى من مرض بيجي له مناعه لفتره معينه من العدوى الفيروسيه. فمثلا كوفيد 19 بس حاليا بما ان اوميكرون اللي موجود والسلالات الفرعيه منه، المناعه قادمه من التعافي قليله شويه، فبنتكلم في شهر لشهرين فقط. لو جات له العدوى مش المفروض ان اديله تاني، لو جات له تاني في خلال الشهرين محتاج يكشف يتاكد ليه حصل ده، او ممكن تكون عدوى مختلفه. الانفلونزا نفس الكلام، لمده شهر تقريبا من بعد الدور لشهرين، وقت بتبقى هي فقط في موسم هي نزلت انفلونزا واحده، بعد كده بقى في مناعه. نفس الكلام في الفيروس المخلل. فمعظم العدوى الفيروسيه غالبا بتيجي مره واحده في الموسم، اوقات مرتين، ده العادي النورمال عند اي شخص. شخص بيجي له اكتر من عدوتين بنفس الفيروس في نفس الموسم محتاج يتاكد ان مفيش مشكله ما في المناعه. في الاخر
هي عدوى غالبا مره واحده من كل فيروس، بس تفرقه الفيروسات عن بعض صعبه على الشخص العادي، نعم. فبالتالي هو مش هيقدر يكرر ان هي نفس العدوى اللي حصلت له في اول الموسم، نفس الفيروس يعني. الدكتور إسلام عنان، الرئيس التنفيذي لمركز أبحاث الدواء والمحاضر في اقتصاديات الدواء وانتشار الأوبئة بجامعة مصر الدولية، أنا أشكر وجودك معنا في هذه الجولة، متمنيا لك دوام الصحة والعافية. شكرا وسلام. طيب، وشكرا لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة في هذه الجولة من سؤالكم والتي خصصناها للحديث عن أمراض الموسم والشتاء وكيفية الوقاية منها وعلاجها، متمنين لكم على الدوام صحة جيدة وعافية ودائما بألف خير. تحياتي للفريق العام في هذا البرنامج، إلى اللقاء.